السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تنقترح عليكم بسبوسة بالجوز ومسقية بماء الزهر، تجي بنينة بزاف، تجي معلكة، تجي شاربة داك السيرو، تجي رائعة. تنصحكم أنكم تجربوها عن جد. كيف ما تتشاهدوا تجي بهذا القوام. خفيفة بزاف وسهلة جدا، سريعة في التحضير. اللي عجبتكم الوصفة ما عليكم إلا تتبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. باش نصوبوا هاد البسبوسة تنحتاجوا المقادير الآتية اللي عتبان على الشاشة. تنحتاجوا نصف كأس من السكر أو ما يعادل 60 غرام، كأس من الحليب أو ما يعادل 150 مليلتر، كأس غير ممتلئ من الزيت أو ما يعادل 100 مليلتر، وجوج كيسان ديال السميد الرقيق اللي تنديروا به البغرير أو ما يعادل 200 غرام. هنا ربع كاس ديال الدقيق الابيض او ما يعادل 30 غرام، جوج خمارات كل وحده وزن 8 غرام، المجموع 16 غرام، وساشي ديال السكر المنكب الفاني، جوج بيضات، قبصه ملح، 40 غرام ديال الجوز. يعطي واحد النكهه زوينه هاد البسبوسه، تجي لذيذه بالجوز، تعطي واحد المذاق رائع. طريقه سهله، خديت انيه وضعت طبعا قليل من الملح، ضروري نعملوه. هنا جوج بيضات، من الافضل تكونوا خرجتوهم من قبل طبعا، 60 غرام ديال السكر وساشي السكر المنكب الفاني. نخلط مزيان البيض والسكر تتمتزج العناصر. نضيف الزيت، 100 مليلتر زيت او كاس غير ممتلئ. هنا كاس حليب 150 مليلتر. هنا السميد غنغربلو طبعا، عندي 200 غرام، كل كاس فيه 100 غرام ديال السميد. نوضعو هنا نغربل في نفس الوقت، وربع كاس ديال الدقيق الابيض او ما يعادل 30 غرام. نضيف بشويه وانا تنخلط، والخميره الكيماويه عندنا 16 غرام او جوج صاشيات. خلطوا هاد العناصر مزيان حتى تمتزج. هنا نضيف الجوز مهرمش طبعا، والخميرة الكيماوية 16 غرام. نغرب لهم طبعا عاد نضيفهم. ونخليهم الافضل خليط واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باش هذاك السميد يزيد يتشرب لنا السوائل. صافي خليت الخليط ارتاح لي واحد 10 دقائق كيف ما قلت لكم حتى 15 دقيقه. دهنت مول بالزبده ورشيتو بالسميد، ونوضع الخليط ديالي تقل شويه كيف ما تلاحظوا، من تتخليه يرتاح داك السميد يزيد يشرب. صافي ندخلو الفرن ساخن من 150 درجه حتى 180 درجه، يطيب نوضعو في الطبقه الثانيه ويطيب من التحت، عاد شعلوا له من الفوق باش يتحمر، واللي كان غازي دخلوه يطيب من التحت وعاد هبطوا لتحت باش يتحمر. بالنسبه للسيرو هنا عندي ماء الزهر وماء مخلطين او ما يعادل 100 مليلتر، والسكر عندي واحد 60 غرام. هنا من طابت البسبوسه ديالي طبعا الماء خليته تغلى، وضعت فيه داك السكر الماء والماء الزهر عفوا، وضعت فيه السكر تذاب تماما، وحصلت على خليط اللي هو ثقيل شويه، وسقيت به البسبوسه. اللي كان السيرو عندكم بارد والبسبوسه سخونه تتسقيوها به، واللي كان عندكم البسبوسه بارده من الافضل تسقيوها بالسيرو اللي يكون سخون باش تشرب. حنا بغينا هذه البسبوسه تشرب هذاك السيرو وتجي معلكه وتجي رطبه من الداخل. صافي هنا دهنت لها شويه في الوجه شويه المربى، ودردت عليها شويه الجوز، وكيف ما تلاحظوا تجي بهذا الشكل، تجي لذيذه وخفيفه. تنصحكم انكم تجربوها عن جد، تجي زوينه بزاف وسهله كيف ما لاحظتوا. حضرناها في وقت وجيز،
كيف ما تتشاهدوا تجيب هذا القوام. تنتمنى الوصفة ديال هذا اليوم تكون عجبتكم، وإلى اللقاء إلى فيديو جديد بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشهية طيبة.